الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا، ومرحبا بكم في برنامجكم قاعده ولعبه. كما عودناكم دائما ضيف جديد حلقه جديده. خلونا نشوفوا مع بعض شكون هو ضيفنا لليوم. باش تكون ضيفي في البرنامج لازم تكون عفوي صريح ومرح في نفس الوقت. حسب الاحصائيات يتكبد جورج خسائرا كبيره من الناس التي ضيفي لليوم في المجال الاعلامي صديق اخليف، عرفناه بتعليقه الصوتي مع انستينا في ناشيونال جيوغرافيك دي زد. زدنا عرفناه اكثر. ضيفي لليوم هو صديق اخليف المعلق الصوتي. خلونا نشوفوا مع بعض كيفاش كانت قاعده ولعبه مع ضيفنا لليوم. لماذا لم تتصل؟ انا اتصل بك ايها المفجوح، شقيقك قتل عمي حمزه ولم تقل لي حتى. ارجوك ضعي نفسك مكاني، انا لم اتستر على اخي. الان سمعت كل شيء، لا يوجد مكتوب بيننا. لا تخشني راسك يا رزيقه، انا اتكلم معك، اهدئي قليلا ستتغير الامور. انا لم اعد رزيقه التي تعرفها، انتهى كل شيء، ارجوك دعني. انا اتكلم معك، ما كل هذا المكياج على وجهك؟ عرفت شخصا اخر ها؟ لو كان باستطاعتي لوضعت فلتر حتى لا تتعرف عليه. عودي الى هنا، لا تذهب الى اي مكان. ذاهبه الى السوق. ارجعي مكانك، توقفي. دعني وشحني، والا سترى مني الوجه الاخر، وجه جعفر الذي لم تقابله بعد. ابتعد. مساء الخير عليك صديق اخليف. مساء النور، مرحبا بك. مرحبا بك. الله يسلمك. ومرحبا بنا عندك بيانس. مرحبا بكم عندنا. صديق اخليف، من بديت هذه البيرسوناليتي تاعك؟ هاد لعبتها في دارنا. في داركم. شكون اكزاكت؟ من بابا يما خياتي خوتي. اي غلطه تنمر. من باباك؟ كيف كيف؟ اسم التنمر ديته من عندك. وراثيا في الدم. بلا ما نطولوا عليك راح نبداو بالفقره تاعنا الاولى. خيرني. خيرني. واجد معايا؟ داكو. نروحوا للفقره تاعنا الاولى خيرني. فقره تخيرني، راه قدامك هاد لي دو بلا، راح تخير من بيناتهم، واحد فيه لي كيسيون واحد فيه لي ديفي، دونك سا دي بونتا واش راح تخير. خير هذا. اوه لا لا، واحد من بينات حنا واش جبنا لك. عبا كان تمسوست. وشنو هي بصح؟ هذه معليش بصح قلنا هذه وشنو؟ غني كيسيون تغني؟ ايه. خلاص نشوف هذيك، اذا ما عجبتنيش بالك ندير لك هذه. والله اخر انسان جاملته باش تسيرو برك. شغل تاع ليكيديت وهكذا شغل تاع صح. نحوسوا على الاسم شي زعما تقول لي من الضومان ومن مشكله حد ديالي انت. والله غير مشكله هذه تاع اخر انسان سيرته جاملته باش تسيرو برك. سينو غنينا نغني الغاشي كده. نورمال نورمال. نابورت لو كي نابورت لو كي، من من دارنا من كدا. لا لا داركم. لا لا تسمى لازم من الفن. اي والله باسكو داركم هكا كنحسك هربت وتيريت لي برك. والله غير مشكله راح تبهدليني انت في كلتا الحالتين. نغني خير. عشت سمعت بهدلة تاع الغناء خير. نشوفوني الناس نغني خير. واش نغني بصح؟ على ذوق. اعطيني انت بصح معروفه. كاينه اغنيه غنيتها انت واحمد عزت، ما باش اسكك شافي عليها ولا لا. اغنيه انا واحمد عزت. صحتي لك شغل كنت تاع تمسخيره برك. بالقيطاره. بصح نسيت شنو الاغنيه. كاين اغنيه ما خير. اللي هي؟ واحد الفيديو دبتي فيديو كابتور دار حاله دار بوز كحال في الجزائر. درت واحد لي ستوري هكذا في الانستغرام. كانت هيما ما كاشها. وكان مولود. وكنت متشهي ناكل الرشته. وكانت واحد الاغنيه تدور في راسي. اللي هي؟ ودرت لي ستوري في الانستغرام وغنيتها تاع سبقني المكتوب داني الوالده تشهيت الرشته. هذه ريبوندات عليها واحد الطفله عندها اون تري بيل فوا. قالت لي على بالي بلي راح يشوفها حيعرف الفيديو تاع سمع يا صديق
غدوة نطيب لك بدل نغري البوندي طلقت لها ديري لي سحور غير ما كلا هذيك هي جابوا لك الرشته ولا لا؟ ما كليتش والله حتى في المولود اللي مورا نروحوا للطبق اللي مورا داكور نروحوا للطبق اللي مورا صديق خيرني والله دوزي مو قبل خيرنا منا قبل خيرت من ومن بعد رحت من ومن بعد جيت من بعد عاود وليت هنا دوك نخير من باش نروح منا بسم الله في لا 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 واش تقدر تحكي لي على ناسيونال جيوغرافيك ديزاد حبيبي انستينا دونك انستينا درت لا فيديو اللي دارت حاله دارت بوست على القهويين الناس كاع شافتها وكاين اللي ما عجبهاش وكاين اللي عجبها عاودت لا فيديو انا اما فاصون بلا فوا تاعي كذا بارطاجيتها جابت بريسك 4 مليون فيو شافها عجباتو بعث لي كونتاكت يعني فوالا فوالا قال لي واش راك نديرو ام تي بروجي بيناتنا ما كناش حنا نخدموا البروجي ديال فلاتيلي كان حيكون برك سور يوتيوب وفيسبوك استقدت تورنيناه السمانه قبل رمضان بدينا تورنيش تاعو كنا تورنيو اش 24 ليسونسيال ومن بعد خدمنا معاه فريد كلاميتي نوجه لهم تحيه كي هو كي انستينا كي ليكيب كامل باسكو فريمون الزعامه شنو هي لا فيديو اللي عجبتك اكثر في اللي درتها مع انستينا كامل عجبوني كاين اكثر وحده كاين اللي ضحكنا فيها بزاف تاع العجوزه وعروستها الحروب البارده تعطينا مقطع منها ولا كش حاجه مازلت حافظها للناس اللي عجبتها بزاف عمي اللي شافوها يقول لك بلي عجبنا سانتانا سيارات ثانيه سانتانا عالم الاجتماعي هذاك علميا لا استطيع ان اقول اي كلمه على هذه المراه لانها جادوره جادوره نروح للطبق اللي مورا داكور نروح للطبق اللي مورا صديق اخلف خيرني يا درا من عاود منه يا درا دي فيو لا كيستيون شنو نقرا اجمع ليش نقرا اجمع نقول لكم ما شفتش زعما احنا ماناش نشوفو صح قول لنا لاكيس دير تعليق بثلاث أصوات مختلفة على المرأة المخطوبة زعما نعلق عليها أنا وي زعما إكزومبل ديال خطبوك أه ونحن ندير لك وثائقي تاع ناشيونال جيوغراف أهاي باك جو سي بيان كتبدل لي ماج تحط لي 16 نافيام بليزيري هذا تاع حنكونوا شويه بروفيسيونيل نديرو تعليق صوتي تاع المعلق الاساسي اللي يكون توجور هو اللي يحكي واش هو صاري وكونسونطري كاع عليها الفتاة المخطوبة تعتبر الفتاة المخطوبة كأنها ملكة المنزل إذا وضعت الخاتمة في إصبعها أصبحت تطبق كل الأوامر التي تقولها تبتسم قليلا مثل ما نشاهد الآن من بعد زعما الفتاة المخطوبة حتى تهضر تقدري ديري زعما اللي جات كومسي حتى تهضري بلا ما تحركي شغل كومسي تهضري وانا نترجم بالعربية بون البارح تختار لقد كنت جالسة في المنزل وفجأة أتى شخص أراد أن يخطبني لقد كنت خجلة جدا لكنني طلبت 50 مليون مهرا لي ولم يكن غاليا جدا بهذه كملنا الفقرة تاعنا الأولى اللي هي خيرني خيرني يا درا عجبتك ولا لا؟ شوية شوية أنتيك هايلة كاع هي كاين دي كيستيون كنت حبيتك تجاوب عليهم مي على بالي بلي ماكش حتجاوب باغ إكزومبل كيما هذي نجاوبو نشوفوها إي ما نقدرش نجاوب ما نجاوبش راح نشوف احنا نجربو هي ما حبيتش تخرج شكون هو الصحفي أو الصحفية اللي تقولها ريحي في الدار؟ زعما من كوتي بروفيسيونيل في الخدمه ولا في كاركتر تاعو على حسب شوف انت الا كاركتر تاعو ياسين كنطاش ياسين كنطاش يقعد في الدار ريح في الدار اي باسكو ماشي دوك انا ما نعرفوش بيرسونالمون مي جام با واحد يوتيليزي البوست تاعو على مصالح شخصيه دوك انت باش تجيب دي تيك توكر لعندك ما عندهمش مام با محتوى تاعهم تحشم به قدام الناس تجيبهم عندك لاتيلي باش دير معهم كونتاكت باش يولوا صحابك في التيك توك باش تطلع لي في جام باسا صحفي قاعد صحفي داكو مع هذه كملنا الفقره تاعنا الاولى نروحوا للفقره الثانيه داكو نروحوا للفقره فعلت او لم افعل فقره فعلت او لم افعل راح نقول لك حاجات وانت راح تقول لي اسكو درتها ولا ما درتهاش هذه ماشي فعلت ولا افعلت بهدلت ولا اتبهدل كما قالت لي الخطره اللي فاتت لانفيتي تاع البخايس اكزاكتلي فقره البخايس
سمع انا اللي ما نكذبش. فاعلت ديجا منظرك ها منظرك فاعلت كلش. بسبب كاس اتاي وكافاغ بديت التعليق. فاعلت بشده. احكي لنا عليها. كنت قاعد شومبرتي كنا في لي طرافو خرجنا كافار خرج لي كان قوبلي تاع لاتاي طلع بيزارمون في القوبلي جي حكيت عليها بزاف وشرب حكمت التليفون كان عندي تليفون كالكولاتريش مشي تليفون صورته قاعد نقول انه ليس مجرد صرصور عادي انه صرصور ضخم جدا. تبارطاجا الفيديو دار بوس عملت ما بدات الحاله تما فعلت هو بشده زيد له الشده هنا. فعلت هو بشده. ثانية أنا صديق مي دي فوا يعيطوا لي والد أنا هو والد أم والد تاع أم والد خاش نطيب. فعلت أو لم تفعل؟ فعلته خاش كنت ندير بزاف لي ستوري نقول لهم كيش يطيبوا البورة. قلنا كيفاش يطيبوا الزفيطي. الزفيطي الزفيطي تاع المسيلية وهنايا بعد الحبيب يقول لك أنا خاطيني تسمى فعلت. فعلت وي وش طيب كامل؟ لي بلا الجيرواز تاوعنا رشتم توم مش تحل ساعات تحل لحم لي سالاد ماسيدون فنان في الماسيدون هاي فري طوملات. نتنمر بزاف. ايه تنمر بصح ولا غير حتى نمر حلو ماشي نتنمر على بنادم باش يزعف مني ولا يديها مقنوط ويبات بها ولا جسيب. انا كنت نمر انتي تضحكي هذا ما اسكت نمرت على واحد ومن بعد ندمت جامي 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 دلاب ولكش واحد زعما عاود عيطلك قال لك علاه تنمرت عليا ما عنديش الضمير. نو نو جامي ما هذه فعلت. فعلت وي اوكي. نخاف من الجنون. ايه حكايات وحكايات ماشي باسكو هاد الحكايات شغل ملي كنا صغار حنا جيل التسعينات خوفونا بزاف في صغرنا باش نرقدوا جاتك الغوله الاذن تاع المغرب لازم تدخل للدار باسكو يحبط الجنون من السما. حكايه حكايتنا كاع جنون ما جنون كبرنا بهم وصارت فينا اعاقه نفسيه وليت نخاف. انا ما نقولش انا لازم نشعل الضوء باش نرقد لازم هكذا لا لوميير شويه باش نرقد. خلاص انا كاين لوميير دوك. انا اش خايف الحمد لله انا الجنون دوك. فقره فعلت او لم افعل رانا كملناها سي بون كملنا الخايس خليتي هذه عندك خلاص هذه نخليها عندي انا لم افعل. فقره فعلت او لم افعل كملناها نروحوا للفقره الاخيره واجد معايا يلا نروحوا للفقره راك سامعني. أنا شفتك باللي طليت. ماني حاب نقرا جوج كاين شتي. ما تبداش فقرات راك سامعني، راح نوري لك دي فوتو، أنت راح تقول لنا هاشتاغ على كل فوتو. داك. واجد؟ واجد. اسمو هذاك نتبع بزاف اليوتيوب، اسمو يا ربي. ناجي؟ القاق. ناجي. مهبول. هاشتاغ؟ إنك مجنون يا صديقي. الصورة الثانية. أنا ستينا. شوفي اقسم بالله شو كنت نتبع ملي كنت صغير انا انستينا باسكو حنا تربينا مع انستينا وديزيت جوكر ومروان قروابي في اليوتيوب. نوجه لهم تحيه اكيد. بيان سور انا شغل من بعد كي خدمت معاه شفت تعرفته بلي فري راجل. ما واحد وليد فاميليا كينا با شغل واحد الدرجه ما تيماجينيهاش. دونك هاشتاغ؟ هاشتاغ ايها الزعيم. ديرك. الزعيم. اخر صوره؟ احمد عزت الموسطاش. قرا معايا وصاحبي وخدمنا كيف كيف وإنسان راجل ما شاء الله عليه سوري الجيروا خالوطة. اي خطر عرضنا خطر يماه دارت لنا الكبه هذيك مقليه ومشويه ومقلوبه تاع السواره كليت اقسم بالله ما قدرت نوض من الكرسي. احمد عزت هاشتاغ تاعو صديقي. صديقي ايه هاشتاغ صديقي. كلمة أخيرة صديق أخلي. معني في قناة ناشيونال جيوغرافيك يوجه تحية كبيرة إلى قناة جيل دي زد وكل طاقمها الذين ينظرون إلي حاليا. يا إلهي شكرا لكم مرحبا بكم يعطيكم الصحة ومرسي بوكو كي جينا معكم. مع الكلمة الأخيرة حبينا نمدوا لك أن سوفونيغ تكتب لنا فيها تخليه عندنا. واجد؟ واش نقول زعما سوفونيغ؟ أنا راح نمده لك دوكا. داكور فازي. واجد معايا؟ لو سوفونيغ. لو سوفونيغ تاع نيجي. مرحبا به. الله يسلمك. صحيت. هذا راح تكتب لنا فيه وراح يقعد عندنا سوفونيغ. هذيك تاع اشكركم من كل قلبي وتحياتي لامي. شغل كيما ديديكاس. هذو قاعد جاز معكم. راح نخليك تكتب اليز وانا نكمل الفقرة تاعنا. كمل. نكمل البرنامج.
داكو. مشاهدينا كما عودناكم دائما استنونا في حلقة جديدة وعدد جديد مع ضيف جديد أكيد.